ما قصرت صراحة، أول مرة يعني مساجلة أو محاورة شعرية أمامكم جمهورنا على طول مباشرة ما شاء الله. طبعا ما لها إلا رجالها ما شاء الله، أزحول أزحول الرجال والشعراء ما شاء الله، أطلق منا وأقدر منا ما شاء الله ما شاء الله. لكن بس ما تفضل بن عون إن شاء الله أنا وأبو يزيد زي ما تفضل بن عون، هو قال قدام شيء الشعر الحاضر بحاضر يجي فيه النقص ويجي فيه كذا، ولكن اللي يكملها تعذرونا. يا سلام، ولا قد جرت معي أنا وابن عيفان برضه في المجلس الأول. نعم نعم نعم. أي والله وابن عيفان شاعر محاورة معروف. أي نعم أي نعم. السلمي. والله ما شاء الله تبارك السلمي. الله ما قصرت يا أبو علي ولا قصر. أنا أول مرة ترى أبو محمد. وافين كلكم. ألا مع ابن عيفان ومعك. الله يطول عمرك. يا سلام. ولي شرف والله. وأنا أستفيد والله من شعرك مهما كان الأمر أستفيد. الله يرفع قدركم من يسمع. إياك إن شاء الله. يا سلام. كان الوجيه من الوجيه تلزم من ما تستحي. إي نعم. فلا يهمك من يذم ولا يهمك من مدح. من مدح. بعد مشاريهك عن الحليق ومن الملتحي لطيح لك في علة يما حبا ولا ولا برك. ولا سدع. ولا برك. وانقامت همومك وان صارت همومك وانقامت همومك وانكثرت همومك وقامت تطحنك طحن الرحي فلا تلوم الشيب في راسك ليام انه قدح قدح وترى الوفاء لاهل الوفاء يبطي وهو ما يمحي مثل النقوش اللي على صم الصخر ما تندمح كان الوجيه من الوجيه تلزم ما تستحي يا سلام فلا يهمك من يذم ولا يهمك من مدح من مدح بعد مشاريهك عن الحليق ومن الملتحي لطيح لك في علة يما حبا ولا انسدح وانكثرت همومك وقامت تطحنك طحن الرحي فلا تلوم الشيب في راسك ليام انه قدح قدح وترى الوفاء لاهل الوفاء يبطي وهو ما يمحي مثل النقوش اللي على صم الصخر ما تندمح يا سلام عليت واللي يخوجل في المجالس بالهروج ويدحي لا مسته حاجه ولا عنا ولا كد وكدح لا تحسب حسابه ما دام حي ولا دمت حي واحفظ لسانك من كلام من يلدح الخاطر لدح لدح ما شاء الله ما شاء الله أبو محمد نعم يعني هذا السؤال دائما نسأله الشعراء ما عندك مشكلة متى بدأت الشعر أو هل تحفظ أول قصيدة وصراحة أنا أتمنى أن يكون شاعر لكن عندي مشاعر أسأل الله سبحانه وتعالى